بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عاطرات وأمال نظرات وآمالا غير عاطلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها بعد أن جار علينا الزمان لنتحدث عن ما يعرف بالخبير الاستراتيجي، الفريق أول معاش، ركن بحري. غضب الرحمن ماحي الدين الذي تحدث في لقاء له أو في مقابلة له مع الأستاذ أحمد طه، وقال لي يعني من يقابله في هذه المناظرة أو في هذه المقابلة، الأستاذ شوقي عبد العظيم، موتوا في منافيكم، وليس مهما حتى لو انحرق السودان كله، المهم أن لا يكون هنالك وجود للحرية والتغيير. يستيقظ الناس الغلابة في الوطن السجين في أيام الحرب، والشمس لا تزال في خدر أمها ليؤدوا ما عليهم من الفريضة والنافلة والدعاء، ويسألون الله حين يصبحون وحين يمسون بسعة الرزق والعودة إلى أسرهم وإلى سودانهم بابتسامة ما تسترهم من هزائم الضنك والفساد والحرب. ومصائب الكذابين الماكرين من أهل الحركات الإسلامية أو الإسلاموية، فلم يبتلى شعب كما ابتلي الشعب السوداني بهذا الكم الهائل من الكذابين المتسترين بستار الدين، دين فقه الضرورة والتحلل والمحلل والديوث والكذب الصراح، فقه التسطيح. ليس هذا فحسب، فقد استمرأ هؤلاء النفر أكل الحرام فانتفخت بطونهم وجيوبهم وامتدت لحاهم وألسنتهم، فأذاقوا الشعب الأبي ذل الحاجة، وتدنت في كافة السودان سقوف القيم بسبب هذه الشرذمة. من هؤلاء هو ذلك الدعي الذي يسمى يعني نكاية في أهل السودان بفتح الرحمن محي الدين، لكنه في نظرنا غضب الرحمن ماحي الدين. ونقول له أن أهل المنافي نقول فيهم إنا لمن معشر طابت أصولهم فطاب فرعهم، والنسل والنسب إنا بك الدهر فاستنجدتهم نجدوا، أو مسك الضر فاستنهضتهم وثبوا، غر جحاجحة شم غضارفة
صيد جهابلة بل سادة النجب، لكنك لا تعلم ذلك ولا تفهمه، ولم يربيك أحد بأخلاق هؤلاء الناس الذين امتدوا عبر المنافي لوجود أمثالك في السودان. هؤلاء النفر يدعون لك بالآتي، وآمل أن تفهم ما يدعوه. يقولون: أقر الله عينك وفرحك بما أتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت زادك الله رفعة. آمل أن تكون قد فهمتها، وإن لم تفهمها تعال لتدرك ماذا تعني هذه الدعوة، حتى لا تنام يوما على فراشك هانئا. جاء في كتابي ألف قصة وقصة من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين والزاهدات لهاني الحاج أن دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما أتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت زادك الله رفعة. وهي دعوة من هم في المنافي لك أيها الدعي. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين وهم مثلك لا يفهمون شيئا، لا في العربية ولا غيرها، إلى الحاضرين من أصحابه، وقال لهم: أتدرون ما قالت المرأة؟ فقالوا: ما تراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكتها من الحركة، وإن سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما أتاك، فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وهي في من سورة الأنعام الآية 44. وأما قولها وأتم الله سعدك، فأخذته من قول الشاعر: إذا أتم أمرا بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها لقد حكمت فقصت، فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن الآية 15. وأما قولها زادك الله رفعة، أرادت به قول الشاعر: ما طار طير مثلك وارتفع إلا كما طار وقع. فتعجب الحاضرون من ذلك وأثنوا على فصاحتها وفصاحته. ثم التفت هارون الرشيد إلى المرأة وقال لها: ما حملك على هذا الكلام؟ فقالت: إنك قتلت أهلي وقومي. فقال: ومن أهلك وقومك؟ قالت: البرامكة.
فأراد أن يجزيها ببعض العطايا فلم ترض وذهبت لحال سبيلها. ونحن ندعو مرة ثانية باسم كل الذين أردتهم أن يموتوا في منافيهم، أقر الله عينك وفرحك بما أتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت زادك الله رفعة. ونعيد ما ذكرناه عن أهل المنافي على اختلاف مشاربهم ومنازعهم ومدرهم ونجوعهم وأهلهم وبيوتهم، إنا لمن معشر طابت أصولهم فطاب فرعهم والنسل والنسب، إنا بك الدهر فاستنجدتهم نجدوا، أو مسك الضر فاستنهضتهم وذبوا، قر جحاجحة شم غطارفة صيد جهابذة بل سادة النجب. هؤلاء هم الذين لا تعرفهم، وهؤلاء الذين في المنافي هم الذين منذ سبعينيات القرن الماضي يحملون السودان على ظهورهم ويقيمون أود أهلهم وأهل السودان قاطبة، ولولاهم لما وجد مثلك في مثل هذا البلد الطيب الذي أسئتم إليه وشردتم أهله وقتلتم أبناءه بلا واعز من دين، ذلك الدين الذي تتحدثون عنه. يا غضب الرحمن ماحي الدين، احترم سنك، أنت على شفا حفرة من النار، وعليك أن تتنبه لذلك، أن تتمنى الموت لبني وطنك الذين يجاهدون ضد الأخطاء الذين وقعتم فيها وضدكم، لأنكم مسختم هذا البلد وجعلتم من أهله مجرد نازحين متسولين في دول العالم الآخر، وبسببكم وسبب تمكينكم ضاع كل أخضر ويابس، واحترقت الأرض بمن فيها، ومات كل أهلها بلا سند. أيريد مثلك أن يدعو على الناس بأن يموتوا في منافيهم، وأنت بهذا المنظر القبيح وبهذا المخبر القبيح تريد أن تتحدث عن هؤلاء الناس وهؤلاء البشر فقط، وتقول بلا خيل ليس مهما حتى لو انحرق السودان كله، المهم أن لا يكون هنالك وجود للحرية التعبير. ألا تستطيع مصارعة الحرية والتعبير بالفكر والحجة؟ فإن لم تستطع فتنحى ودعك من هذه الألقاب التي يحدثونك بها فتنتفخ أوداجك. الخبير الاستراتيجي والعسكري، استراتيجية شنو اللي انت بتعرفه؟ ماذا تعرف عن الاستراتيجية أصلا؟ أنت كنت أحد أسوأ من مروا على البحرية، أنت كنت مكروها في البحرية، أنت كنت مكروها في الجيش كله، لأنك لا تسوى شيء، ولأن أصلا مرجعيتك التي تتحدث عنها هي مرجعية اللصوصية والخبل والتجارة بالدين والتجارة بالعرض والتجارة بكل شيء. أنت نوعك ده مفروض كان يعلق منذ أن تم تنحيتك بواسطة البشير، حينما نحاك البشير في 2015 كان يجب أن ينحيك ثم يعني يرسلك إلى الدروة حتى ترتوي بدمائك قبل أن تموت. هذا قبح ما بعده قبح، أن يأتي رجل في مثلك يصل إلى درجة فريق بدلا أن يتحدث عن السلام يتحدث عن عمالة هو سيدها وسيد مواقفها، وهو الذي يبحث في كل يوم ليظهر في الإعلام من أجل حفنة دولارات دون أن يبين حقيقة واحدة. كذب وادعاء وغباء ما بعده غباء. عليك أن تتفهم أن في المنافي التي تريد للناس لأهل السودان أن يموتوا فيها هنالك كريمة السودانيين من كل القبائل.
بلا استثناء. من غرب السودان ستجد، من شمال السودان ستجد، من وسط السودان ستجد، من شرق السودان ستجد، من جنوب السودان ستجد، من كل هؤلاء الناس. بتجي انت في مثل هذا الزمن والرجل يبحث معك كيفية أن يصل الناس إلى ملتقى ونقطة اتفاق تدعو على هؤلاء بأن يموتوا في منافيهم. حتى الأستاذ أحمد طه وهو ليس سودانيا سألك كيف يفعل ذلك بدون محاك، أنت تدعي بأن هؤلاء عملاء. جبت الكلام ده من وين؟ انت اصلا لو كان عندك ناس بدوك معلومات صحيحة، ولا انت كان عندك معلومات صحيحة، كان الدعم السريع دي جرسك وخلاك انت وقيادتك تقعدوا ساكنين تحت في بدرون القيادة العامة 6 شهور. انت لو عندك مسألة زي دي، لكن السودان ده مسكوه اغبياء زيكم، شعب عظيم عملاق بيمسكوه اغزام زيكم، لا يدركون معنى الانسانية ولا يدركون معنى ان تكون سودانيا، لا يدركون ذلك، لا يدركون ذلك، لأنك يعني هذا هو حظ السودانيين، وده ابتلاء من ربنا نحن ندرك ذلك، أن يكون مثلك موجود ويتحدث باعتباره جزء من الجيش، وأن يكون يوما من الأيام قائدا للبحرية السودانية. دي واحدة بتوريك إنه السودان ده خارج نطاق الكفاءة أصلا، خارج نطاق الكفاءة. السودان لا زال في العهود المظلمة، لأنه زيك ده يعني جاء عشان يمسك البلد، وأصل البلد مما تبتدي تنتهمتين لما نمسمه، يعني يكون في يعني رأيها ليكون في رأسها أمثالك الأغبياء والذين ليس لديهم أي واعز أخلاقي يسمح لهم بتقدم الصفوف. ما في أي حاجة يا أخي. أنت ما عندك أولاد، ما عندك أولاد، أولادك أنت من صلبك ده بيسمعوا الكلام اللي أنت بتقول فيه ده؟ أنت بتربيهم على شنو يعني؟ هتربيهم كيف الناس ديل؟ هتربيهم كيف يعني؟ يا أخي ما بتخجل إن واحد في عمرك مفروض أن يكون الآن يعني داعية للسلام حتى ولو ضد أبنائك، أنت تقول في الناس كلام بهذا الشكل بهذا القبح؟ أنت عايز تيجي تحكم السودان تاني؟ أنت ما هسي بس يعني أسيادك ماسكين السلاح وديت البلد في داهية، هسي انت الان انت دار تجي توري الناس انه العملاء الذين تدعي انهم من قحط والحرية والتغيير والتقدم وغيرها، ديل العملاء جابوا الدعم السريع. انت دا بذاتك والفيديوهات موجودة، ما جيت قلت انه الدعم السريع ده الهسي عامل لكم مناخورية في راسكم، ده الدعم السريع ده انت ما دافعت عنه وقلت انه الدعم السريع ده هو تم تدريبه احسن تدريب وهو قوة داعمة للجيش وقد تم تدريبه بواسطة الجيش، انت ما قلت الكلام ده؟ منجيب لك الكلام قاعد عندنا موجود في الارشيف، انت ما قلت الكلام ده؟ قلت في الجزيرة دي ذاتها الآن تريد أن يعني أن تقلب الطاولة على القحط بأنها هي التي أتت بالدعم السريع، وأنت الدعم السريع ده ما عملت معه انقلاب في 25/10/2021، ما لكم ما قلت الوقت ذاك إنه الدعم السريع ده حنشيل نوديه الكوبر لأنه كلهم عبارة عن عملاء. ما نوعك ده اللي ما بيفهم ما بيعرف أصلا كيف تطور الدعم السريع وتطور أمام ناظريك، وإنت كنت بتدافع عنه، إنت ذاتك غضب الرحمن محي الدين ده، إنت نفسك
ما شخص آخر، كنت تدافع عنه في كل الإعلام والفيديوهات قاعدة بنجيبها لك. تتحدث الآن عن عمالة آخرين لا تستطيع أن تثبتها أصلا، وده ما دفاعا عن الحرية والتغيير، الحرية والتغيير قادرة على الدفاع عن نفسها، لكن أنت بغبائك ده تدعو الناس اللي في المنافي يموتوا في منافيهم. يعني ألا يكفيك إنه هسه في الحرب الحالية دي في ناس ما كانت في المنافي، كانت قاعدة في بيوتها، ماتت بسبب هذه الحرب برصاص طائش، برصاص قصد ومعنى، بأي شكل من الأشكال الناس ما قدرت تشيله من مكانه اللي هو مات فيه توديه المقابر عشان يندفن، ما قدرت تعمل كده. وفي ناس دفنوا داخل بيوتهم وداخل بيوت جيرانهم أو في الحيطة بتاعت الشارع. انت قاعد تعمل شنو اصلا؟ انت ما عامل فيها فاهم؟ غباء مستحكم. السودان ده مبتلى بمثلك ومثلها، يعني من تمثلهم جميعا. يا اخي يعني احترم نفسك وسنك واحترم تاريخك في القوات المسلحة دي، وتحدث على الاقل بما تحدث وجهة نظرك كيف ما شئت، لكن لا تدعو على الناس بهذه الطريقة. يا أخي يا أخي ده قبح وعدم أخلاق. أنت علم من الأدب قدامه. أنا يعني غفر الله لوالديك، لكن بالتأكيد كلاهما بذل مجهود كبير جدا عشان يربيك، لكن يبدو أنك أنت ما متربي أصلا، يعني ما متربي. ده ما كلام بيقوله زول متربي أصلا، يعني على الإطلاق ده ما كلام بيقوله زول متربي. يعني أن تدعو على الناس لمجرد أنهم مختلفين عليك موتوا وفي منافيكم كمان، ليه عمل شنو؟ اختلفوا معاك في الرأي ويكفوا مع الدعم السريع اللي أنت دافعت عنه، أنت غضب الرحمن ناحي الدين ده، أنت اللي ومستعدين نجيب عشرات الفيديوهات التي تحدثت فيها عن قانون 2013، والتي تحدثت فيها عن قانون 2017، والتي دافعت فيها عن القانون الذي عدله البرهان. كل ده ممكن نجيبه لك، كل ده ممكن نجيبه لك. بتمشي وين انت من الحقيقة؟ يا اخي احترم اولادك واحفادك، احترمهم. يعني ما عندهم ذنب في كونك انت غضب الرحمن، يعني ما عندهم ذنب في كده يعني. لكن يجب عليك ان تفهم يا اخي، يا اخي يا اخي حس بانك بشر، حس بانك بشر وانك انت قاعد مع بشر مختلف معهم، ما في مشكلة، ده حقك. عندك وجهة نظر مخالفة اوكي، ما في مشكلة، نشيله ونحترمه ونخطها في راسنا. لكن يعني هذا السوء الى متى؟ وانت اصلك ما تكلمت كلام كويس اصلا منذ بداية الحرب، وانت واحد من الضوء والناس الذين كانوا يتحدثون عنها بعد 6 ساعات ستنتهي هذه الحرب، ثم انتقلت الى 72 ساعة، ثم الى 6 ايام، ثم الى 6 اسابيع، ثم الى لغاية الان القصة دي ما انتهت. عشان كده ما في زول بيصدقك، انت كلامك كله كذب، كلامك كله كذب اصلا، يعني كذب. ولا تحت يعني تستحي على الإطلاق أن تكذب. أنت بتربي أولادك كيف إنه ما يكذبوا؟ وبيصلي كيف لرب العباد ده؟ بيصلي كيف يعني؟ يعني هذا الفجور في الخصومة إلى متى؟ هتستفيد منه شنو؟ هيعمل لك شنو زيادة؟ يعني انت داير تعمل شنو يعني؟ هسه ها افرض عملوك سفير ولا عملوك وزير، وزير لمنو؟ وانت اللي بيقبل بيك منو اصلا؟ هل بيقبل بيك منو وزير ولا سفير ولا بتاع؟ بيقبل بيك منو؟ والله انت اهلك في البيت ما يقبلوا بيك، اهلك في البيت ما يقبلوا بيك. استغفر الله العظيم ان يعني ان يجي يوم ثم نسمع ونرى امثالك يتحدثون باسم السودان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة، تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه. وهذا الرأي وإن كان خاصا نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع، فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا، فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فضلا لا أمرا، أيها المشاهدون الكرام، ادعموا هذا العمل بالضغط على زر الجرس والإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس والتعليق، وشكرا.